مع كل ما جرى عليها وهي صابرة ما بثت شكواها إلا لله، وعن طريق من؟ عن طريق رسول الله. ماذا صنعت؟ يقول جاءت فجلست على القبر الشريف. وأريدك وياها والله، ترى يوم وردت فاطمة إلى المسجد وأنيط بينها ملاء أنت أن فاطمة، يعني ايش قالت من كثر ما نالها؟ آه تدري ايش صار بالمسجد؟ يقول ضج الناس بالبكاء والنحيب. هاي بس أنت فاطمة هذاك اليوم، وفاطمة سلام الله عليها انتظرت حتى هدأت الرنة ثم شرعت في الخطبة فضج الناس بالبكاء أيضا. من الذي سمع فاطمة لما جاءت إلى قبر رسول الله وجلست؟ شو تسوي؟ أخذت تراب، شمت ذلك التراب ثم أنت أنه بقلبك أنت تسمع فاطمة شو تقول؟ تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان وواليا يا أبا يا رسول الله. ترى فاطمة ما تبالغ، فاطمة ما تعطي فوق الوصف، هذا حقيق ما جرى عليها. تقول يعني اللي اشتم تراب رسول الله، شلون اللي يتربى بحجرة؟ تقول اللي اشتم تراب رسول الله ما يشتم غوائل، ما تصيبه نوائب، ما تصيبه مصائب، لكن أنا تربيت في حجر رسول الله وهاي أشم تراب رسول الله وماذا أقول؟ أبا يا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي وعادت فاطمة مكسورة الظل، عادت فاطمة ملطومة العين، عادت فاطمة مسقط جنينها مكسور ضلعها يعتفر جنينها على الأعتاب، تودع الدنيا يوما بعد يوم إلى أن أحست بدنو أجلها، أخرجت الحسن والحسين لزيارة رسول الله ثم قالت يا أسماء إني داخل إلى الدار قارئ القرآن فإذا خفي صوتي فكلميني وإلا فاعلمي أني مفارقة. تقول أسماء دخلت الزهراء تسلي لبست ثيابها اضطجعت على فراشها قرأت القرآن حتى خفي صوتها. كلمتها يا حبيبة المصطفى يا حليلة المرتضى يا سيدة النساء يا فاطمة الزهراء، لم أجد جوابا. دخلت عليها وإذا بها قد فارقت الدنيا وفاطمة. قل جلست أبكي عندها ما أسعفتني الدموع، وإذا بالحسن والحسين أقبلا طرق الباب. أسماء افتحي لنا الباب
يقول كف كفت دموعي فتحت الباب أسمع كيف حال أمنا الزهرة. قلت ارتاحت من علتها وهدأت يعني بموتها. قال أسمع افتحي لنا الباب. قالت أخاف أن تزعجاها، أأتيكما بالطعام؟ قال أسمع مأتى رأيتنا نأكل دون أمنا. أسمع إن أمنا ترتاح روحها إذا رأتنا. يقول ما وجدت بدا فتحت الباب. يقول أسرع الحسين إلى أمه وقف عندها تناول كفها علم بموتها صرخ صرخ أبا محمد لقد ماتت أمنا فاطمة. جلسا يبكيان والله ليش ما نسمع ونين أمنا ولا نسمع كلام. شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اللئة. لو يا أسمى فارقت عني وخلتني ايتام والشهيد حسين لا تفاول ترى قلب انقطع. سالمة ويا ليت يا ابن امي كلامك لا يكون. فالها فال السلام وليت علتها تهون. صاحوا يا من نحيله وبهضها ضرب المتون. نسأل الله الضلع المكسر من الزهر انجبا. يقول له وين يا ابن ام السلام والجسد منه نحي والضلع من مكسر والصدر دمه. يسيل ظنت يا نور عين اليوم والليلة تشيل والأسف ما وصلت العشرين خويا من العمى. صاحت اسمي يا أولاد المرتضى وروح الرسول ذاب قلبي ما اقدر احكيكم يا ساداتي شقول لكن الحجرة ادخلوها وعاينوا حال البتو وبالعجل ودوا لابوكم يا ضوى عيوني خبا. تريد تدخلوا يا امير المؤمنين لو تدخلوا يا الحسن والحسين والمصيبة يوم دخل شبالها ليها فرأوها مسجات على الفراش حركها وإذا بها ميتة. هذا موقف يفطر القال. موقف آخر لما جهزها علي ونادى حسن حسين زينب هل امو لوداع فاطمة. اسمع الحسين شي يقول امه كلميني انا عزيزك الحسين قبل ان ينصدع قلبي. الحسن ينادي امه كلميني انا ولدك الحسن. زينب تتقلب على اقدام فاطمه وتنادي وامه وزينب تهل المدامع والقلب منها انفطى. لازم ام كلثوم وتنادي غدر بين الدها هاي يا ابويا الوديعة شلون تدفنها بقبور. للقبر خدني وياها لا تخليني وتشك. والمصيبة يوم وقفوا شبالها حول النعش
ضمت الحسنين ليها وماج واهتز العريش، مدت ايديها على الحسنين والكل اندهش، وخدهم حيدر عن الزهرة وعبرات تسي. مواقف مواقف. يقول حملها أمير المؤمنين، تقدم الناس وإذا بصوت ومنادية تنادي، ظلت تنادي وتنتحب وتصيح يا يوم لا تدفنون من البتول بوسط التراب، يظلم علي منزلي يا داحي الباب. يقول نظروا إذا زينب، قال أنزلوا فاطمة خلينا نشوف زينب اشعدها ويا أمها. يقول جاءت زينب جلست عند أمها وأنت أن فطرت القلوب. ماذا تقول؟ أنا زينب يما يا زهرة اسمعيني، أنا زينب ارحمي دمعي ونهيني، أنا زينب وياك يما احمليني، أنا زينب خمسة ما وصلان سنيني، أنا زينب ليش يوم تتركيني، أنا زينب يوم بالله جاوبيني. يقول انتهت من بكائها، علي وضع الزهرة في قبرها، جلس على القبر هومت عيناه قليلا، وإذا بالزهرة تنادي علي أسرع إلى الدار، ألم تخبريني أن أجلس على قبرك أن أقرأ القرآن والدعاء؟ قالت بلى يا علي، لكن زينب جلست هذه الليلة في الدار، هذه أول ليلة زينب تجلس من نومها لا ترى أمها إلى جانبها. يقول أسرع علي دخل إلى الدار، ذهب إلى حجرة زينب لم يجده، دخل إلى حجرة الحسن والحسين لم يجده، دخل إلى حجرة الزهراء لم يجدها. وين قاعدة زينب؟ التفت إلى مصلاة فاطمة وإذا بزينب جالسة على المصلاة، تقلها أمه يا زهراء تعودتك في كل ليلة في هذا الوقت على هذه المصلاة، أين ذهبت يا أمه وتركتيني نص الليل وراها وردوا الدمع يهمي؟ وجت زينب تناشدهم يا اخوتي وين قبر امي؟ ناداها ابو اليمة يا زينب قربي يمي اخبرك وين قبر امك تسمعيني يا نور العين. وجت زينب تحن يمه وتنشد والقلب مرتاح، صدق يا ابويا يا كرار قبر امي البتولة ضاع، حين انزلت للروضة وصديت الكسر لضلاع الله يعين دلالك صعبة كسرة الضلع. بعد هذه الصورة واختم وياك، زينب جاءت وقفت عند الباب ونظر على البسمار ونظر في وجه أمير المؤمنين، لما نظر إليها علي تحادرت دموعه على خده، يعرف شنو تريد زينب. بني زينب ماذا تريدي؟ قل لي يا عدل الراح شيل الباب عن هالدار،
شلون اتهنى بالدنيا وعيني تنظر البسمار، هذا الجرح صدر امي وشفت الجرح يا كرار، بهذا الباب عصروها وسقطت يا علي لجني. شتريدين يا زينب قل ابويا شوف هالبسمار بعد مخضب بدمه، بعيني خلف الباب تتحمل، بعيني خلف الباب شفت الرجس يلطم، رد العبيد بالصوت علمتنين ألم. أنا شلون أتهنى بالدنيا وماتتهم حسن وحسين، بويا البعد شي إلى وشلع المسمار منه، خاف يصوبنا مثل ما صوبوا منه، وينسفك دمك يا الولي وتروح عنا ونبقى بلا محامي بعدك يا ولينا. فقضيت وآثار المصاب بقلبها، يا ليت عينك عاينت آثارها يا الله. اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين، فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب ويكشف السوء، أمن ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف السوء والبلوى عنا وعن جميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات. اللهم من على مرضانا وجرحانا بالشفاء العاجل يا كريم. اللهم انفك عن كل أسير وفرج عن المكروبين والمسجونين بحق فاطمة يا الله. اللهم رد كل غريب، اقض دين كل مدين، اقض حاجة كل محتاج، أيد العلماء العاملين الربانيين وفرج عنا وعنهم يا كريم. إخواني الحاضرين والمسببين لهذا الاستماع والاجتماع، فضهم اللهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم، وإلى أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمؤسسين والشهداء، رحم الله من يهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. الصديقة الطاهرة المعصومة، فضاءة المختار، صفوة الجبار.